مساء الخير إلى العناوين. وفاة 8 أشخاص من عائلة إثر حادث مروري مروع، وشقيق الأم المتوفى يروي التفاصيل في أهلا رحمهم الله جميعا. كيف تتم دراسة الأجواء وحالات الطقس من داخل مركز الأرصاد؟ مسوق إلكتروني يجني 1000 دولار من التيك توك في 30 دقيقة فقط. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. فعلوها أسود الأطلس ونشروا السعادة من الخليج إلى المحيط، قائلين للعالم بصوت عربي: نحن هنا. من عراقة الرباط إلى حدائق المنارة في مراكش، إلى قصباء طنجة، إلى جامع الحسن في الدار، إلى كنز الحضارات والثقافة والتراث في فاس، ستجد مجداً مغربياً أصيلاً يخبرك أن التاريخ يصنعه الأبطال. المغرب قبلة عربية عالمية تشرق بالشموخ لأهلها وناسها وأمجادها. كل السلام. من المتوقع أن يتدفق الآلاف من مشجعي كأس العالم في قطر إلى الأحساء بعد انتهاء الأدوار الأولى من البطولة، ولذلك فإن الاستعدادات في الأحساء تسابق الزمن لأن تكون في أعلى مستوياتها. الزميل موسى يحيى كان هناك راصدا للتفاصيل ومعايشا للأجواء وناقلا لنا الحدث، نتابع. منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها السماح لحاملي بطاقة هيا من مشجعي كأس العالم الدخول لمحافظة الأحساء، استنفرت كل الجهات الخدمية من أجل تهيئة المسارات السياحية لهؤلاء المشجعين. اليوم كاميرا يا هلا وبصحبة المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء ستأخذكم في جولة على إحدى هذه المسارات. أستاذ خالد، حنا وين؟ وش الاستعدادات بالضبط في المكان هذا؟ احنا الآن في مطلع وسط الهفوف التاريخي، بداية وسط الهفوف التاريخي. نقف الآن بجوار سور قصر إبراهيم الأثري. هذا القصر ربما في الفترة الحالية يخضع للصيانة. هيئة التراث تقوم وتعكف وجاهدة في هذا الموضوع، لكن بحكم أنه هذا معلم له ثقل تاريخي، هذا اللي شهد إعلان انضمام الأحساء إلى حكم الملك عبد العزيز رحمه الله. هذا الثقل عانت هيئة التراث بعمل الإضاءات ثلاثية الأبعاد في هذا المكان. حقيقة في المساء ينقلب هذا المكان إلى لوحة فنية جميلة جدا مع الإضاءات ورائحة الطين القديمة وعراقة المكان. وصلنا إلى حديقة الكوت، هذه الحديقة قديمة جدا مقابلة لقصر إبراهيم. هذا المكان جهز بطريقة تتناسب مع وسط الهفوف، هناك عدد من الجلسات العائلية وتتناسب جميع أفراد الأسرة لمشاهدة المباريات، إضافة إلى المطاعم الشعبية الموجودة في هذه الساحة. نقف الآن مجاورين لبيت البيعة، هذا البيت اللي شهد مبايعة الملك عبد العزيز أو مبايعة أهالي الأحساء للملك عبد العزيز. نحن الآن في أمانة الأحساء قمنا بتجهيز المواقع المجاورة لهذا المنزل وتهيئته، وهناك تكاملية ما بين أيضا القطاعات الأمنية في عملية انسيابية الحركة المرورية في هذه المنطقة. هيئة التراث راح تطلق بإذن الله فعالية لاستقبال زوار كأس العالم في هذا المنزل. السؤال الدائر،
الآن في الأوساط، هل فعلا محافظة الأحساء جاهزة لاستقبال الآلاف من مشجعي كأس العالم؟ والله الحمد، الأحساء الآن تزخر بعدد من الفعاليات، والبنية التحتية الخاصة في المواقع كلها جاهزة. احنا نتكلم اليوم عن فعاليات كثيرة جدا هيئت مع ما بين المحافظة وأمانة الأحساء وهيئة التراث لعدد من المعالم القائمة في الأحساء، في موقع خاص ببوليفارد كأس العالم في قلعة الأحساء، كذلك فعاليات عين النجم سواء كان تفعيل للعين نفسها أو الفعاليات المصاحبة لها. كذلك بإذن الله بداية من الأسبوع القادم سيتم تدشين عدد من الفعاليات في وسط الهفوف التاريخي، في سوق القيصرية، في بيت البيعة، في المدرسة الأميرية، وجميعها تحتوي على عدة فعاليات تستقطب الجمهور، بالإضافة إلى عدد من المواقع التراثية كقصر محيرس وكذلك قصر إبراهيم. الحقيقة الأحساء يعني فيها عدد كبير من المواقع المهيئة حاليا، وبإذن الله تكون جاهزة لاستقبال كل مشجعين كأس العالم اللي يزورون الأحساء خلال هذه الفترة. كل المعطيات هنا تشير بأن محافظة الأحساء بالكامل أصبحت جاهزة لاستقبال آلاف المشجعين من كأس العالم، مؤكدين بأن الاستعدادات المبكرة لهذه المناسبة هي ما جعل هذه الأماكن تكون في أعلى مراحل جاهزيتها. لبرنامج يا هلا، موسى يحيى، الأحساء. باشرت لجان حصر الأضرار في جدة مهامها ميدانيا بالتواجد في الأحياء المتضررة من السيول ضمن عدة لجان تعمل بشكل إلكتروني مشابه للنظام المستخدم في التعداد العام للسكان لحصر بيانات المتضررين. في واحد من الأخبار الموجعة والمؤلمة جدا، أعلن الهلال الأحمر السعودي عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حادث مروري مروع وقع بين سيارتين على طريق الرين وادي الدواسر. هذه الصور اللي تظهر أمامكم الآن من الحادث، رحمهم. نعم، حقيقة واحد من الحوادث المؤلمة. أول شيء يعني قبل ما استقبل الاتصال باسم برنامج يا هلا وروتانا خليجية، نقدم خالص العزاء إلى ذوي وأهل وأسرة ومحبي هذه العائلة، رحمهم الله جميعا وغفر لهم وأدخلهم فسيح جناته، والعزاء أيضا للشخص اللي توفى من السيارة الأخرى. واحد من الحوادث المفجعة والموجعة، وكلنا يعني تعاطف ودعوات وعزاء مع ذوي هذه العائلة، وكلنا دعوات لهم بالرحمة والغفران وفسيح الجنان يا رب. ينضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتور عايض آل السعيد، وهو شقيق الأم المتوفاة في الحادث ومعها زوجها ومجموعة من أبنائها رحمهم الله جميعا وغفر لهم. دكتور مساء الخير، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم، وكلنا يعني معكم بدعواتنا وبعزائنا، والله يرحمهم يا رب. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين. الحمد لله على كل حال، جزاكم الله خير على التعزية وعلى المواساة، وأسأل الله أن يتقبل المتوفين بواسع رحمته ويجبر المصاب، وشاكر ومقدر لكم هذه اللقطة. أيضا نقول في مثل هذه المواقف إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم مرة أخرى. نعم، العفو دكتور، والعزاء مكرر دائما وأبدا لكم. دكتور، وش تفاصيل الحادث واللي حصل؟ سبحان الله العظيم، نحن تحت حكم الله وقدره وقضائه. كتب الله أن تقرر هذه الأسرة أن يقضوا إجازتهم في مدينة الرياض، فتحركوا تقريبا الساعة 12:30 منتصف الليل ليلة الجمعة، متوجهين بسيارتهم إلى الرياض عن طريق الرين، طريق الرين اللي هو يربط ما بين بيشة ومدينة الرياض.
وأثناء السير تقريبا بعد 4 ساعات أو 3 ساعات ونص يعني بعد ريشة بحوالي 200 كيلو متر في منطقة تسمى النمير حدث هذا الحادث الأليم. الطرف الثاني أعتقد يعني كان متجاوز أو كان هو سبب الحادث، والحمد لله على كل حال والله يرحمهم جميعا. آمين. وتوفى وهم شمعون. عفوا يا دكتور، إيش كان سبب الحادث؟ أعتقد أنه تجاوز أو هو في طريق أسرتي أنا اللي هم العائلة اللي تعرضوا للحادث، كان واجههم في نفس الطريق. تعرف أن الطريق مسار واحد اتجاهين بس أنه مسار واحد والله أراد، ونظرا للمنطقة اللي حدث فيها الحادث أو وقع فيها الحادث لا يوجد فيها تغطية شبكة جوال، لأنه أغلب الناس اللي يمشون طبعا مع الحادث حصل هناك حريق في المركبة اللي فيها أختي وزوجها وأولادهم رحمهم الله، و يعني أغلب المارة ما لم يتوقفوا. حكى لي هذا الموضوع أو ما طلع لي أحد اللي باشر الموقع أو الحادث، مواطن فعل خير توقف أثناء ما شاف الحريق وحاول يعني يشوف، فوجد سبحان الله شد يعني لأنه في الليل يعني الساعة 3:30 إلى 4 قبل الفجر، كأن الله سبحانه وتعالى أرسله لينقذ هذه البنت الناجية، من أسرتنا هي الناجية الوحيدة. وهو حينما باشر الحادث توقع أنها أيضا متوفية، ولكن سبحان الله حينما دنا منها طبعا مع زوجته مع أختها أو قريبة له سحبوا البنت عشان يبعدون عن منظر الحريق، واللي بعيد عن السيارة بس حتى لا تشاهد الحريق، يعني ممكن تحاول تقرب ويعني يحصل لها لا سمح الله شيء. وفي هذه الأثناء حاول الاتصال بالإسعاف والهلال الأحمر إلا أنه ما وجد شبكة، حاول يوقف السيارات على طريق سفر فطال الوقت يعني، والحمد لله على كل حال. طيب الناجية البنت الناجية كيف صحتها الآن؟ والله الحمد لله يعني بصحة جيدة، طبعا نقلت مباشرة بعد وصول الهلال إلى مستشفى وادي الدواسر، وحقيقة وجدنا منهم يعني حس عالي جدا مهني في استقبال الحالة، أيضا في التعامل النفسي معها. هم جاءهم الخبر أنه هي الوحيدة الناجية الوحيدة من هذا الحادث، فتعاملوا معها بإنسانية وبروفي الجميع مدير المستشفى وجميع الطاقم الصحي والممارسين والعاملين حقيقة من البواب حتى الدكتور اللي أشرف على الحالة، والحمد لله يعني كانت سليمة إلا أنه يوجد كسر في يعني في الفخذ الأيسر، والحمد لله تم نقلها، نقلناها من مستشفى وادي الدواسر إلى مستشفى الكيف المركزي في أبها، وصحتها الحمد لله جيدة وجريت لها عملية أكياخ، وأبشرك نحمد الله ونشكره صحتها جيدة، ونحن الآن في طور المعالجة النفسية لها، وأسأل الله نعين على ذلك. ما تلام والله يرحم عائلتها ويغفر لهم يدخلهم في السجنات، وإن شاء الله لها الصحة والعافية. كم عمرها دكتور؟ معلش اسمح لي بس تفضل. يعني من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى ثبت الجميع الحمد لله، والد المتوفي ووالدة أيضا والدي ووالدتي وإخوتي وأخواتي وأيضا إخوة المتوفي والجميع العائلة، لأن من أسرة واحدة الزوج والزوجة من أسرة واحدة، نحمد الله الذي ثبتنا وأعاننا على تجاوز هذه الصدمة، نحمد الله. وهذا يعني يرجع ولا نزكي أنفسنا لإيماننا بالقضاء والقدر، نعم، ونسأل الله أن يثبت الجميع وأن يجبر الجميع أيضا أن لا يري أحد مكروها. آمين يا رب. سألتني عن عمر البنت، إيه؟ هي تقريبا 17 هي في المرحلة الثانوية. طيب. ولكن الحمد لله يعني جيدة صحتها وإدراكها جيد، وهي مستوعبة أنه هناك مصيبة بس نعم. ما استطاعت أنها يعني تفصح، إحساسها عالي أن هناك مصيبة، ونحن نقلنا لها الخبر أن بقية أهلها في مستشفى آخر وتحت العناية المركزة ولا يمكن حتى زيارتها يعني غير مسموح. إلى الآن أنتم ناقلين الخبر بهذه الطريقة؟ نعم، وجميع من له علاقة
مستشفى عسير وأقاربنا اللي يزورون، يعني أشعرنا بهذا الشيء حتى نصل إلى طريقة نوصل الخبر تدريجي، لأنه لا يعني لا نريد أن نصل مع هذا الفاجئ. فإن شاء الله نحاول، وأيضا يعني نستعين بمستشار نفسي في إيصال الخبر ولكن بالتدريج. والله يا رب يا دكتور، معليش إني بقول هذا الكلام على الهواء، بس يمكن هذه المعلومة ما كنا نعرفها. يعني حتى حوارنا اليوم هذا اللي صاير على الهواء وهذه الحلقة، يعني أتمنى أنها ما توصل إلا في الوقت اللي أنتم تقررون الوصول لها وإخبارها. يعني احرصوا على هذا الموضوع بما أنه أنتم واضعين طريقة لها أساس علمي مع دكتور نفسي في الموضوع. يعني جزاك الله خير. يعني ودنا بس انتبهوا لذي النقطة. دكتور، كم اللي توفوا في الحادث من الأسرة ومن الأسرة الثانية؟ هو أسرتنا توفوا 7 أشخاص، ابن عمي وأختي وثلاثة من أبنائهم اللي في المرحلة المتوسطة واللي في المرحلة الابتدائية واللي لا زال يعني في طور الطفولة، وثنتين من البنات في المرحلة الجامعية. عدد أسرتنا اللي قضوا في الحادث وانتقلوا رحمة الله 7 أشخاص، ومعهم شغالة لبنان كلهم هؤلاء كتب الله وانتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء. بقي هذه البنت، والطرف الثاني السائق أيضا توفي في الحادث نفسه في الموقع، وبقي معه مرافقة من الجنسية الهندية أعتقد، نقل إلى مستشفى رانيا. عندك أخبار عن صحتهم؟ الشخص الآخر يعني يطمن يقول صحته جيدة، ولكن يعني مصاب ببعض الكسور، لكن صحته جيدة. يعني ما هو في وضع خطر أو وضع يعني ممكن أنها ليس حتى تحت العناية المركزة. نعم دكتور، إذا تسمح لي ولا ودي أثقل عليك في الكلام وانت في يعني حالة العزاء، ممكن بس نعيد اسم المنطقة اللي صار فيها الحادث عشان تغطية الشبكة، لعلنا من خلال هذا الحوار واللقاء يعني نوجه دعوة إلى أنه مثل هذه المنطقة وغيرها تغطى بالشبكة لأي طوارئ لا قدر الله مشابهة. وش اسمها المنطقة؟ صحيح، نحن نحمد الله نعيش في رغد من العيش، و في مستوى يعني أتكلم الخدمات التي تليق بالمملكة العربية السعودية وبقيادتها وشعبها، نحن يمكن نعيش أفضل مراحل. ومن الغريب حقيقة أو من الأشياء التي قد تكون يعني أنه لا يوجد شبكة في هذه المنطقة اسمها النميص، حسب ما وردني تبعد عن محافظة بيشة. يعني هي أظنها تبعد عن مدينة بيشة تحديدا 200 كيلو. النميص اسمها النميص أو النميص. المنطقة دي لا يوجد فيها شبكة، وترى هذا كان له دور في يعني تأخر في التدخل في معالجة أو مباشرة الحادث، وقد يكون هو لكل أجل كتاب، احنا نؤمن بهذا الشيء، ولكن هناك أسباب، وقد يكون أيضا سبب من أسباب وصول الحادث إلى هذه المصيبة الفاجعة الكبيرة هو عدم تدخل الجهات المعنية كالدفاع المدني مثلا أو الهلال الأحمر أو حتى المرور أو الشرطة مباشرة، عدم وجود تغطية الشبكة. متى صارت مباشرة الحادث؟ يعني كم الفرق بين وقت وقوع الحادث ومباشرته؟ طبعا أنا لم أحضر، ولكن حسب شهود العيان اللي حضروا تقريبا ساعتين من وقوع الحادث حتى مباشرة الحادث من الجهات الرسمية، وهذا يعني وقت. لكن اللي حضر يقول لم نستطيع إبقاء سيارة، من قد يكون الخزان الوقود ممتلئ، وقد يكون هذا السبب أيضا ممتلئ بنزين، فقد يكون هذا السبب يعني أضاف إلى المصيبة مصيبة. يعني في شخص من اللي باشر الحادث يقول أنا حاولت إني أقرب الطفاية حقتي السيارة والله ما استطعت، من كل شوية يشعر بين في انفجار، قد يكون باور بانك أو قد يكون جوال، أو يقول كل ما حاول أقرب السيارة حاول أطفي ما استطعت، تزيد النار اشتعالا. طيب دكتور، قبل ما أنهي حواري معك، المساحة لك إذا لك كلمة حاب تقولها قبل ما نختم هذا الحوار، الوقت كله لك، تفضل. جزاك الله خير، أنا أشكركم على هذه اللفتة الكريمة في مواساتنا وفي تعزيتنا، وليس بالمستغرب على الشعب السعودي وعلى المسؤولين في الإعلام، أنتم تعلمون وتدركون أكثر من أي شخص آخر حينما يسلط الإعلام
الضوء على حدث أو شيء يعني يصبح يعني نتائجه إن شاء الله تكون إيجابية وتفاعل المسؤولين أيضا إيجابي. هذا فيما يخص قناتكم، فلكم جزيل الشكر وكل من تواصل معي، والشكر موصول حقيقة للمسؤولين في محافظة وادي دواسر، وشعرنا بأننا بين أهلينا، تقبلونا استقبال والله أنا شخصيا لا أعرف شخص معرفة قبل هذا الموقف، تقبلونا وكانوا يعني حتى أنهم وصلوا إلى أنهم حجزوا السكن، وكانوا يريدون يكرمونا يوم يومين، ولكن الوضع والحادث يعني كان يستحتم علينا أن نعود إلى أبها ونباشر العزاء. فللمسؤولين جميعا في وادي الدواسر كل الشكر، وأيضا للأهالي في تعاونهم في استقبالهم في إنسانيتهم، وهذا ليس مستغرب على الشعب السعودي، وأيضا يعني ليس مستغرب أنه هذا شيء هو يعني تلاحم الشعب، أيضا هي ركيزة من ركائز رؤيتنا الطموحة وطن أو مجتمع حيوي. فكل الشكر للجميع وجزاكم الله خير. هناك فقط الإجراءات إذا كان فيه حس، يعني أرجو أن يكون هناك حس من المسؤولين أكثر في موضوع إنهاء إجراءات وتحديدا الأدلة الجنائية. فلا أعتقد أنه يوجد مثل وادي الدواسر، محافظة وادي الدواسر في مكانتها وأهميتها، لا يوجد أشخاص يعني طبيب شرعي، حتى أكون صريح وواضح في كلامي. لا يعني الإجراءات قد تطول، إلى الآن ما بدتوا في هذا الموضوع، فنسأل الله أن ينهي الموضوع هذا على خير. إيش اللي باقي يا دكتور؟ إيش اللي باقي من الإجراءات تتمنى أنه يعجل في إنهائه؟ لاني انا على يقين انه كل مسؤول يسمعنا اليوم يعني قريب من هذا الموضوع سيسرع من عمليه انهاء كل الاجراءات، يعني اما من باب الواجب العملي اللي لازم يكون، او حتى من باب يعني واجب الوقوف معكم في مثل هذه الفاجعه. بس قل لنا وش اللي باقي. جزاك الله خير، وانا اضم صوتي لصوتك، كلنا ثقه والله في المسؤولين وهم على قدر عالي جدا. نعم. من الوعي ومن الحس الانساني. هي إجراءات الأدلة الجنائية، وهي تحديد الـ DNA، لأنه في شغالة الآن يعني اختلطت، خلينا نقول الرفات الجميع مع بعض، فلا يستطيعون يفرقون بين الشغالة وبين أفراد أسرتنا. هذا هو يعني اللي أقول لك، فيحتاج إلى يعني وقت. لو كان متواجد طبيب شرعي وقتها ممكن تسرع الإجراءات، هذه الفكرة. الآن نحن ننتظر لجنة تأتي من الرياض، وقد تصل بكرة قد تصل بعده، وبعد ذلك يأخذون العينات من قريب، من يعني من ممكن يأخذون عينة مني بحكم أني قريب لأختي يعني من الدرجة الأولى، ويأخذون عينة أيضا من زوجها، ثم بعد ذلك يطابقونها مع الرفات الموجود. فهذه تأخذ وقت، بس أنا للفكرة أنه سرعة الإجراءات التي يستطيع الإنسان فيها، ولكن نحمد الله ونشكره على كل حال، وكما ذكرت إن شاء الله أنهم على قدر عالي من المسؤولية والحس. نعم، أعظم الله أجرنا وأجركم. آمين يا رب. دكتور يعني أنا أتمنى أنك توصل أيضا عزائنا إلى العائلة الكريمة كاملة، إلى والدي الأشخاص المتوفين اللي كانوا في الحادث، يعني كما عرفت من كلامك في البداية أنهم على قيد الحياة، وإلى الأسرة الكريمة جميعا عزائنا ومواساتنا، والله يجعلها آخر الأحزان يا رب، ويجبر مصابكم يا رب. شاكر لشخصكم الكريم ولقناتكم المباركة ولكل من دعا في هذا اللقاء وتواصل، وعزائك بإذن الله يصل، وجزاكم الله خير وشكرا لكم، ولا أرانا ولا أنتم ولا أي مسلم فكروها في من آمين يا رب. آمين. شكرا للدكتور عايض آل السعيد، بصراحة شكرا له ألف مرة على وجوده معنا اليوم. يمكن هذا ثاني أيام العزاء تقريبا، ويعني بكل جسارة طلع معنا وحكى لنا يعني هذه القصة، وقبل أنه يظهر معنا ويحكي لنا اللي حدث،
ما أعرف يعني في مثل هذه المواقف المؤلمة جدا يمكن يعجز الكلام ويعجز التعبير والوصف، حتى المواساة نفسها ربما تكون قاصرة، لكن عزائنا دائما وأبدا إيماننا المطلق بأنهم انتقلوا إلى رحمة الله، إلى غفرانه، إلى فسيح جنانه. يا رب كل العزاء لأسرة هذه العائلة المتوفاة، كل العزاء لأسرة المتوفي من الطرف الآخر في هذا الحادث، لأن مجموع الذين انتقلوا إلى رحمة الله 9 أشخاص، 8 من الأسرة واحدة، واحد من الأسرة من السيارة الثانية، 8 هذول هم 7 من أسرة ومعهم العاملة الفلبينية عليها رحمة الله. العزاء أيضا لعائلتها ولأسرتها في الفلبين. الدكتور كان يعني يرجو أنه يعني تعجل بعض الإجراءات الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي، وهذا النداء إلى كل المسؤولين القائمين والقريبين من هذا الحادث. أيضا هناك نقطة مهمة جدا قالها الدكتور في حواري معه، أنه المنطقة اللي صار فيها الحادث منطقة النميص، إذا كان الاسم كما قيل صحيحا وهي منطقة تبعد 200 كيلو متر عن بيشة، كان عدم تغطيتها بالشبكة أو عدم وجود شبكة جيدة في هذاك المكان كان له دور، بحسب ما تحدث الدكتور، في أنه يعني تأخرت عملية مباشرة الحادث أو الإبلاغ عن الحادث، مع أنه يعني إحنا مؤمنين ومسلمين بكل أقدار الله. ولكن من أهم الأسباب التي يجب أن يؤخذ بها أن تراعى هذه المنطقة وغيرها من مناطق السفر على الخطوط البرية في أن تغطي بشبكات الجوال والاتصالات بشكل عالي جدا، حتى لا قدر الله لو تكررت حوادث مشابهة يكون هنالك في سرعة بلاغ وفي سرعة استجابة. مرة ثانية وثالثة، عزائنا، مواساتنا، دعواتنا لأسر كل المتوفين، أسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته، وألا يرينا مثل هذه الفواجع والحوادث يا رب. بعد هذا الفاصل مكملين معكم. حياكم الله مجددا في أهلا. تطبيق التيك توك على وجه الخصوص ومواقع التواصل وتطبيقاتها على وجه العموم دائما وأبدا نسمع عن المبالغ والأرباح اللي أحيانا توصف بالخيالية وأحيانا توصف بالعادية، وأحيانا يقال أنه في ادعاء للأرباح اللي جالسة تصير. المهم أنه هذا الحديث قديم متجدد ودائما يطرح في كل مكان. اليوم معنا في استوديو يا هلا أحد المتخصصين في التسويق الإلكتروني، وحقيقة أنه هذا الرجل قام بتجربة بسيطة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى معرفته، خليني أسميها بخفايا وكواليس مواقع التواصل ويمكن التيك توك على وجه الخصوص، وما إذا كانت الأرقام اللي نسمعها والمبالغ والأرباح حقيقية ولا لا، وفي المقابل أنه كيف ممكن الأشخاص يربحوا من التيك توك. خلوني أرحب معي هنا في الاستوديو بالأستاذ خطاف الخطاف، وهو متخصص في التسويق الإلكتروني. أستاذ خطاف مساء الخير وشكرا لحضورك معنا. مساء النور ويا هلا والله مرحبا، شكرا لكم. أهلا وسهلا. أول شيء خلنا نتكلم كذا بسرعة عن التجربة اللي عملتها ونشرتها لمتابعينك. والله ملخص التجربة كانت، بحكم أني في التسويق الإلكتروني لابد أني أتطرق في كل النشر في كل المنصات الموجودة، فاتصلت بإحدى الأخوات اللي بيني وبينها بعض الشراكات في الأعمال، الأستاذة ملوك الجابر، وقلت لها أنا عندي تحدي جديد، أنا حسابي في التيك توك ما في إلا 100 متابع وسويتها زمان وسحبتها عليه يعني، وودي أني أنميه بحيث يوصل 1000 متابع عشان نتأكد من موضوع الأرباح اللي تطلع في البثوث، لأن تيك توك ترى تطبيق يختلف عن كل التطبيقات الأمريكية اللي موجودة، وبتكلم ليش بعد ما هو أقول تيك توك إجمالا تطبيق صيني يعني. أي تطبيق صيني، أنا ما أدري إذا هذا الاسم قد سمعتوه، بس أكيد أنكم قد سمعتوه، أنا سميه التنين الصيني، لأنه هو فعلا تنين قاعد ينمو بشكل يعني إلى درجة أن الرئيس الأمريكي ترامب تكلم في منصة الرئاسة الأمريكية وهاجم الشركة، ووصلت بينهم مشاكل بسبب
هذا التطبيق بنتكلم عنها بعدين. حلو، نكمل التجربة. ملخص التجربة أني بديت في التيك توك، صرت أنشر محتوى منتظم كل يوم، كل يوم أسوي فيديو واحد فقط ما يتعدى 15 ثانية وأنشره. بعد ما أنشره أسوي له ترويج بستة ريال يوميا لمدة 3 أيام حسب توصية التيك توك. بعد أسبوع صار، طبعا كان طموحي، يعني مو بطموحي، كان الهدف أني أوصل 1000 متابع خلال 7 أيام. بعد 7 أيام اللي حصل أنه صار الحساب فيه 21,000 متابع، وهذا شيء يعني غريب، شيء غريب 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 في التطبيقات، في عالم التطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. المستهدف 1000، وصلت إلى 21,000. المستهدف 1000 متابع. طيب، لكن اللي صار نمو خرافي، يعني شيء عجيب. بعدين؟ بعدين استمريت، طبعا وقفت من النشر المنتظم، وصار الحساب من نفسه ينمو إلى أن وصل 37,000. بعدين لأني تركت التطبيق صار ينزل شوي شوي، يعني الآن 36,900 متابع. طيب، قبل شوي في كلامك تقول إنه أنا سويت هذه الخطوات حسب توصيات التيك توك. مين اللي موصيك؟ التطبيق نفسه؟ أنت لما تجي تسوي ترويج يقول لك أفضل الممارسات، إذا بتسوي ترويج ترى أفضل الممارسات إنك تحط المبلغ هذا في المدة هذه. اللي هي كم؟ اللي هي 6 ريال. أي، هذا الأقل طبعًا. أيوة. خلال 3 أيام، ما تقل عن 3 أيام إلى 5 أيام، يعني يعتبر جيد. يعني كل 3 أيام تسوي ترويج؟ لا لا لا. ولا لا. 3 أيام متتالية؟ 3 أيام متتالية للمقطع الواحد. للفيديو الواحد. هذه وش فائدتها عملية الترويج؟ الوصول في التيك توك بشكل عام عالي جدا، يختلف عن، وبالمناسبة بما أننا نتكلم عن الوصول، التطبيقات الأمريكية كيف كانت تعمل أول قبل التيك توك؟ كانت تعمل باستراتيجية الوصول المقيد. إيش يعني الوصول المقيد؟ يعني أنا لما أتابعك يظهر لي محتواك فقط، وبالتالي أنت المحتوى اللي تقدمه ما يظهر للمتابعينك فقط، يعني ما في أكثر من كذا. إذا تبي توسع الدائرة ادفع، هذا الطريقة الأمريكية سابقا. إذا أنت منشوراتك، فيديوك، سنابتك، أي شيء لك منشور تبغى توسع دائرة وصوله ادفع، تمام؟ طيب، جت تيك توك قلب المعادلة هذه. كيف؟ أنت الآن لما تسوي حساب تيك توك، الآن لو تسوي حساب جديد ما تتابع أحد ولا أحد يتابعك، وش أول شيء بتشوفه؟ تشوف فيديوهات على طول. طيب كيف الفيديوهات هذه تجيك؟ هذا بسبب أن الوصول غير مقيد في التيك توك. الوصول الغير مقيد هو اللي يجيبه الترويج واللي يجيبه التيك توك حتى الغير المروجين؟ لا، حتى الغير المروجين. المروجين أنت ممكن توسع نطاق وصول المنشور حقك لفئة مخصصة. طيب، ليش سميته التنين الصيني؟ اعطني 1، 2، 3 أسباب واضحة. بسبب النمو، أي، الاستحواذ على حصة السوق، من حصة التطبيقات اللي موجودة في السوق، أي، الحصة الأمريكية. لأن الآن صار فيه مش مجرد أن الناس تدخل شوي وتطلع، صار فيه استحواذ حتى على يعني سلوكيات الناس. أن الآن في ناس يدخل في البث حق التيك توك يجلس 7 ساعات 8 ساعات فاتح بث، فالموضوع مو بشيء عادي أو شيء بسيط. طيب، شوف، إذا تسمح لي أعرض هذه التغريدة، ما أعرف إذا ممكن نعرضها يا شباب. إيه، التغريدة تفضل. أمامكم، يعني أنت كنت ناشر صورة أنك ربحت دولار تقريبا و8 سنت، وكنت تقول فيها أنه أرباحي المتواضعة من هذه التغريدة أمامنا من بث حسابي في تيك توك مدة نصف ساعة، وكنت أسولف بدون تحديات ولا أي شيء. لذلك أحب أقول لك تيك توك مربح. يعني كيف وصلت إلى أنه مربح؟ يعني هنا الربح فقط، يعني نتكلم عن دولار واحد. هو يعني وين الفكرة؟ أي، أنا لما أطلع أسولف والبث ما فيه إلا 10 أشخاص وطلعت دولار في نص ساعة، كيف لو واحد موهوب عنده موهبة الخط الجميل ويكتب خط في بث مباشر، كيف بتكون أرباحه؟ هل تعتقد أنه جمهور التيك توك يبحث عن موهبة خط؟ نعم، ممكن يدخل لموهوب. نعم، في الخط؟ أي واحد عنده موهبة، مو بس خط، أنا أتكلم
أي واحد عنده موهبة، لأن بصراحة بكون صريح، في ناس يا أخي محتاجين وعنده موهبة، يعني هذا الإنسان عنده موهبة وبعضهم موهبته هو ما يدري أنه موهوب أصلاً. بس بكل صراحة أستاذ خطاف، هل ترى أنه منصة التيك توك اليوم جالسة تقدم المواهب اللي من هذه النوعية وتدعمها ولا لا؟ لأنه اللي جالس يظهر واللي جالس يشوف المتلقي شيء غير هذا. المنصة ما تقدم أحد، أنت اللي تقدم نفسك في المنصة. أقصد يعني من سؤالي أنه اليوم إذا أحد عنده موهبة جادة في الخط، في الرسم، في غيرها، هل منصة التيك توك ممكن تعطيه هذا الانتشار اللي هو يبحث عنه، ولا التيك توك تبحث عن محتوى ثاني من أجل أن ينتشر أنت وأنا عارفين وجالسين نشوفه في كل طيب مكان؟ طيب خلني بأوضح لك نقطة. إيه؟ التيك توك والمنصات التواصل كلها تعمل بمبدأ التصنيف. بمعنى أنت لما تشوف أي كل المقاطع اللي في التيك توك وغير التيك توك مصنفة، طيب لها تصنيفات. يعني هذا مصنف ضمن اللايف ستايل، هذا مصنف ضمن الأشياء التعليمية، هذا مصنف ضمن الأشياء الترفيهية إلى آخره. أنت لما تتفاعل مع مقطع بأي شكل من أشكال التفاعل، ترى التفاعل مو بس لايك ولا هو أنك تحط تعليق، لا، التفاعل أنت مجرد ما توقف على المقطع أنت كده تفاعلت. طيب تيك توك يفهم من تفاعلك هذا إيه؟ انك يصير يجيب لك مقاطع مشابهه للي انت تفاعلت معه كلها من نفس النمط. ممتاز دكتور استاذ خطف، انا متفق مع كل اللي تقوله، متفق يعني مع تيك توك كمنصه، لكن اليوم انا اكلمك عنه كجمهور. اليوم المتلقي الموجود في التيك توك، يعني انت اخبر مني، ترى انا اسال عن جهل وعن معرفه. عادي احنا المتلقي اليوم، الجمهور اللي موجود في التيك توك، هل فعليا ممكن يهتم لموهبه في الرسم، في الخط، ويدعمها ويتابعها ويصير لها انتشار وتوسع ومتابعات ولا لا؟ بصراحة نعم، أنت نعم قريب من المشهد. نعم نعم، إذا كان الجمهور يتفاعل مع واحد يقشر بيضة، ما هو من هنا جاء السؤال، لأنه اللي واضح للجمهور اليوم، اللي واضح وأنا آسف على التعبير، أنه التفاعل والانتشار العالي اللي جالس يصير في التيك توك جالس يصير للأشياء الأقل فائدة، خلني أقولها بهذا المسمى. طيب خلنا نتكلم عن الفائدة لأن لها معنيين. تفضل. القيمة، خلنا نتكلم عن مفهوم القيمة. القيمة لها معنيين، القيمة في المجتمع، القيمة في المجتمع اللي هي الأشياء اللي توافق العادات، الدين والعادات والتقاليد، هذه قيمتها عالية في المجتمع. لكن برمجيا أو في وسائل التواصل في قيمة معاكسة لهذه القيمة. وشي معاكسة؟ نعم، قد تعاكسها تماما. أي. وهي توفير تجربة جيدة للمستخدم. أي. طالما أن مقدم المحتوى يقدم تجربة جيدة للمستخدم وآمنة، أي، بحيث أن المستخدم يبقى في يستمر في مشاهدة هذا المحتوى على طول، مباشرة المنصة هذه تصنفك على أنك محتوى عالي القيمة ولو كان تافه في مجتمعنا. أي. وضحت؟ فالقيمة لا تصنفك أنه عالي القيمة بناء على إيش؟ على المحتوى نفسه ولا على انتشاره؟ بناء على تجربة المستخدم المتلقي. إيش تقصد بتجربة المستخدم؟ تجربة المستخدم يعني أنه التيك توك حكم على محتواك وصنفه عالي القيمة. نعم. ولا حكم على انتشار محتواك؟ مش التيك توك، كل المنصات بمجرد ما الناس تتفاعل مع هذا المحتوى تفاعل إيجابي، أي، تصنف على أن محتوى عالي القيمة. أي يعني هم يركنون إلى مستوى التفاعل وليس المحتوى نفسه. هم يصنفون المحتوى بناء على التفاعل. أي بمعنى أنك اليوم مثلا لو قدمت محتوى غير جيد، نعم، وصار في تفاعل عالي جدا سيصنف على أنه عالي القيمة. عالي القيمة. وأيضا لو قدمت محتوى جيد وصار تفاعل حيصنف على أنه عالي القيمة، صحيح؟ نعم. بمعنى أنه تساوت التقييمات مع اختلاف المحتوى، هنا في اختلال في التقييم نفسه. بشرط كل منصة لها سياسة. أنت إذا خالفت سياسة النشر في المنصة راح يحجبون هذا المقطع أو المنشور. الأشياء اللي تخالف سياسة الدول بشكل عام، اللي تحث على المخدرات أو الإجرام والإرهاب، هذه ما تلقى رواج نهائيا. لكن أنا أتكلم عن القيمة اللي تخلي المتلقي أيا كان
جنسه وعمره وتوجهاته، تخلي هذا المتلقي تشد انتباهه في انه يشوف محتواك. هنا تيك توك يعتبرك صانع محتوى ذو قيمه عاليه، بغض النظر عن المحتوى نفسه، بغض النظر عن المحتوى تافه في المجتمع مو بتافه. انا اكلمك عن القيمه اللي في البرامج، يعني البنيه الاساسيه. طيب اذا صنفك التيك توك كذا، ايش الميزات اللي يعطيها لك؟ انتشار واسع لحسابك، تظهر في البحث، تظهر في توصيات، هذا في تويتر طبعا، تظهر في توصيات نتائج البحث. مميزات كثيرة يعني، منها سعة انتشارك بشكل كبير يعني. طيب ودنا نفتح ملف الأرباح في التيك توك إذا تسمح لي، بس آخذ فاصل ونرجع نكمل على هدوء إذا تسمح لنا. بعد هذا الفاصل مكملين معكم مع الأستاذ خطاف الخطاف المتخصص في التسويق الإلكتروني، وأيضا الأستاذ خطاف هو حائز على جائزة الأميرة سيتا بنت عبد العزيز في المعرفة الرقمية. فاصل ومكملين. حياكم الله مجددا في أهلا، ضيفي الأستاذ خطاف الخطاف المتخصص في التسويق الإلكتروني والحائز على جائزة الأميرة سيتا بنت عبد العزيز في المعرفة الرقمية، وحديثنا عن التيك توك وعالم وكواليس التيك توك. أرحب فيك مجددا أستاذ خطاف. يا هلا والله، حياكم. من الأسئلة اللي كثير يسألونها إنه اليوم هذه الأرقام المهولة اللي جالسين نشوفها في مشاهدات التيك توك، مئات الملايين وغيرها، مشاهدات حقيقية ولا في حركة تصير داخل التطبيق ترفع مثل هذه المشاهدات؟ وخلنا كذا نقولها بصراحة، يعني وش وين الحقيقة في الموضوع؟ هو شوف، لا شك أن المشاهدات المرتفعة بعضها حقيقي، لكن مش كلها حقيقي. حتى عشان أصدمك يعني، حتى البث المباشر اوف، ترى كل الموجودين مو بكلهم حقيقيين. لا لحظة، في بعض البثوث. لا لحظه لحظه لحظه، اي انا بجي لحظة، لحظه هذا كلام خطر ومهم. اشرح لي الثنتين، كيف المشاهدات الغير حقيقيه، وكيف للمقاطع، وكيف البث الغير حقيقي؟ ابي اقول لك شلون. تذكر ايلون ماسك اول ما اعلن انه يبغى يشتري تويتر؟ اي مو بتراجع؟ نعم. ليه؟ قال انه الحسابات الوهميه كما اخبروا 5%، واكتشف انها اكثر. وقف عند الحسابات الوهميه. ليش في حسابات وهميه؟ فيه نظريه طلعت في السبعينات الميلاديه تتكلم عن مبدا اسمه السوشيال بروف. هي نظريه نفسيه تتكلم عن سياسه القطيع، ان الناس تتاثر مع وجود الجموع أكثر من أنها تتأثر مع الأفراد. بمعنى، أنا بسألك يا أستاذي الفاضل، أنت الآن لو أنا وياك بعد ما يخلص البرنامج نروح بنتعشى، شفنا مطعمين كلهم يقدمون نفس الوجبات، بس واحد عليه زحمة وسيرة وطقاق والثاني ما عنده أحد، نفسيا بتروح لأي مطعم فيهم؟ نفسيا ولا إراديا كلنا أنا وياك بنروح عند المطعم المزدحم. هذا باختصار هي نظرية السوشيال بروف أو الدليل الاجتماعي. هذه النظرية للأسف لها تطبيقات رقمية، تطبيقات خادعة استخدمتها مع الأسف تويتر في بناء حسابات وهمية عشان تستخدم في عمليات التفاعل الوهمي على بعض التغريدات، علشان يكسبون توجهات سياسية في الانتخابات الأمريكية للأسف. يعني لما تجي تغريدة، يعني تبغى تقول إنه اللي صاير في الحسابات الوهمية في تويتر صاير في المشاهدات في التيك توك، في كل وسائل التواصل. لا خلنا في التيك توك. نعم. الآن أرقام المشاهدات اللي نشوفها 100 مليون و200 مليون، كيف يعني في برنامج معين يستخدمونه مسوقين معينين يقفز بالمشاهدات؟ نعم. ويرفعها، ولا هم الحسابات الوهمية اللي في التيك توك ترفع؟ هي نوعين، في ناس عندهم جروبات. أيوة. وجروبات هذه حقيقية. طيب. فيدخلون ويبنون معك التفاعل، لكنهم قليل اللي زي كذا يضبطون العملية هذه. في نوع ثاني وهو الأسوأ والأشد يعني، وحتى يضر الحساب، ممكن يوقفون حسابك تيك توك، اللي هي روبوتات برمجية تدخل وتسوي المشاهدات أو التفاعلات أو حتى التعليقات. مين اللي يسويها؟ مبرمجين في الغالب، إنه مو بعرب.
لكنها سوق، لها سوق. يعني الآن أنت تجيني تقول لي يا خطاف أنا والله أبغى 1000 متابع ولا 5000 متابع، وأبغى والله على الفيديو هذا أبغى 200,000 مشاهدة، وأبغى 50,000 لايك. سوق 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 كامل، أعطيك تسعيرة. فهذا شيء واقع موجود. طيب أوكي، أنا جاء واحد وقال لك يبغى كذا، أنت كيف تسويها له؟ أنا أروح المواقع وأنا أكون وسيط أصلاً. أيوة أنا مو بنا اللي أسويها، أنا وسيط بين طالب الخدمة وبين المواقع الأجنبية اللي تقدم هذه الخدمة، لأن هي مواقع برا المملكة. في ناس ترى في ناس مبدعين في البرمجة، لا تحس ترى البرمجة اطلعت لنا أشياء جميلة مثل هذه التطبيقات، لكن في برمجة ثانية تستخدم استخدامات سلبية. طيب بكل صراحة، استمرارا لهذه الصراحة، من خلال اللي أنت جالس تشوفه، خلني أقول في تيك توك المعروفين أو المشهورين إذا صحت التسمية، كم نسبة اللي عندهم مشاهدات حقيقية من اللي مشاهداتهم غير حقيقية؟ نسبة ولو تقديرية من مشاهداتك أنت؟ ما أقدر أحكم يعني للأسف. لا يعني الأكثرية، الغالبية، البعض، 50%، 10% مشاهداتك. أنا اليوم معي شخص متخصص وقريب، وهذا هذا عمله، هذا شغله. هم شوف، هم يجون للناس اللي يلاحظون ان حسابه بدا ينمو. اي زين، انا شلون عرفتهم؟ عن طريق حسابي في تويتر. لما يشوفون حسابك بدا في رحله النمو، يصير عندك 3000 5000 متابع، 7000، ويشوفونك تكتب محتوى لكن ما عليه التفاعل اللي يعني التفاعل الحقيقي، التفاعل اللي يسمونه نخلي شكل تغريداتك جميل، نخلي الاعدادات تشتغل، هم يقولون كذا. فبمجرد لما يكبر حسابك انت بتحس انك بيصير عندك نوع من الادمان، وهذا حقيقي ترى موجود. انك اوكي خلاص يعني يلا بجرب، فتجرب معهم التفاعلات هذه، اشتراكات شهريه على فكره. طيب فيبدا التفاعلات تبدا تشتغل. طيب هذه المشاهدات الوهميه مقابل كم؟ والله اسعارهم ما في سعر واحد ثابت، يعني كل مقدم خدمة. وترى أنا يعني يبدأ بكم إلى كم؟ ترى أنا ما أنصح أبداً بالتعامل معهم، وهم ما يجونك بشكل مباشر قدام الناس، يجونك في الرسائل الخاصة. في التيك توك أسعار اللي يرفع مشاهدات مليونية كم؟ والله ما أدري، لكنها يعني إذا بقيسها على تويتر، يعني أنا مرة تواصل معي في الخاص وكثيرين من زملائي في تويتر يتواصلون معهم يقولون والله ب1200 ريال زين إلى 1500، نخلي كل تغريدة تتغردها توصل إلى 700 لايك و700 رتويت وتعليقات متعددة. أنا أبغى التيك توك على وجه الخصوص. هو كله هذا، هو نفسه كله. أنت لما تدخل المواقع طيب هذه يقول لك وش تختار أي موقع. طيب بث التيك توك كيف يرتفع فيه المشاهدين والحاضرين في البث؟ أنت تقدر تروج البث نفسه في مدة بثك، تقدر تروج تقول مثلا والله أنا أبغى أروج هذا البث، بعد ما تحط العنوان وتحط له مقدمة قبل ما تبدأ البث، تبدأ تروجه مثلاً ب10 ريال، يبدأ يعرضه بشكل واسع جداً أكثر ما منه، يعني هو بيكون معروض. طيب إذا روجته وصارت مشاهدات عالية هذا شيء يعني من حق اللي روج وسوق وأعلن لنفسه، هذه مشاهدات هذا حقيقية. إجراء جيد وطبيعي، وبالعكس لا من وين تجي المشاهدات الوهمية في البث المباشر؟ هي نفسها برامج، نفس اللي صاير نفس اللي قدموا الخدمة هذه. برامج بس طيب. ترى بالمناسبة، بس قبل ما نقفل الفقرة هذه، ترى التعامل مع هؤلاء الأشخاص يضر بحسابك، يعني والله حرام، يعني توصل حسابك مثلا يصير عندك 60-70,000 متابع ثم ينضرب حسابك بسبب هذولي. طيب يعني آخر محور بنفتحه على عجالة، أرباح التيك توك إلى كم توصل؟ الأرقام اللي نسمعها حقيقية ولا مبالغ فيها؟ نعم حقيقية. يعني إلى كم توصل تقريبا؟ عطني متوسط. والله قبل فترة يعني نشرت إحدى الصحف 4 من المشاهير، ما أبغى أقول أسماءهم، طلعوا في ليلة واحدة 250,000 دولار في ليلة واحدة. كيف؟ بث. بث مشترك من المشاهدين في البث يعني. اي انت لما طريقه عمل التيك توك، طبعا مش كل الارباح تروح للمشهور،
في 70% تروح للتيك توك نفسه ايه و30% تروح للمشهور. تمام، وهذا بالمناسبه هذا سبب نمو التطبيق بشكل مخيف. ببساطه انت لما تقدم اي شيء، اي محتوى، سواء رسم، سواء خط، سواء قصص، سواء لعبه، حتى تقدر تلعب جوالك وانت فاتح بث مباشر. طيب معلش بس يجون الناس ويقدمون لك هدايا عباره عن ورود، عباره عن اسد وغيرها. طيب هذه الهدايا تمام لما يقدمونها انت بتاخذ النقاط اللي عباره عن فلوس اللي هي بتخصم من 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 المشاهد اللي اعطاك الهديه دايركت. تمام، كيف 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 تاخذها كمبلغ؟ كيف تجي في حسابك، تنزل في حسابك مباشره؟ طيب اذا وصلت $1,000 تقدر تسحبها، دون الألف ما تقدر تسحب. طيب اليوم هذه المبالغ الكبيرة أي أحد ممكن يحصل عليها ولا لا بس الحسابات اللي نشطة باستمرار؟ أي أحد يفتح بث مباشر حتى لو ما عندك شيء، حتى لو ما عندك محتوى بتطلع خير. هذه من تجربة شخصية. هذا من تجربة. أستاذ خطاف شكرا جزيلا لك. الله يوفقنا وياك العفو حياك. شكرا للأستاذ خطاف الخطاف، يعني حديث مهم عن بعض كواليس التيك توك، وبلا شك إنه في حلقات قادمة راح نمد حوار عن محتوى التيك توك على وجه الخصوص ومحتوى مواقع التواصل الاجتماعي على وجه العموم، وكيف أنه ممكن اليوم نستثمر الميزات التسويقية العالية اللي موجودة في هذه المواقع في صالح خلق محتوى جيد إذا استطعنا الوصول لهذه المعادلة، لأنه في شكاوى كثيرة من المحتوى اللي جالس يقدم اليوم في مواقع التواصل، ومواقع التواصل اليوم أمر حتمي موجود أمامنا لا نستطيع أن نتجاوز التعامل معه، وبالتالي يجب أن نفكر كيف نخلق هذا المحتوى الجيد. هذا الحوار اللي راح نمده في حلقات قادمة إن شاء الله. أشكر الأستاذ خطاف وكل من تابع هذه الفقرة. بعد الفاصل ألقاكم. دائما وأبدا حين نطلق على المملكة العربية السعودية مملكة الإنسانية، نحن نقصد هذا المسمى وهذا اللقب قولا وفعلا، سواء من خلال ما يقدم إجمالا على الصعيد الرسمي أو ما يقدم على صعيد العمل الخيري والمجتمعي والوقفي الكبير جدا اللي يبذل في الداخل من خلال المجتمع، من خلال الأفكار المضيئة إنسانيا اللي جالسين نشوفها اليوم. واحدة من أهم وأكبر وأجمل هذه المبادرات الإنسانية العالية اللي تقام في المجتمع اليوم ما تفعله مؤسسة سين من أنشطة إنسانية أستطيع أني أصفها بلا مبالغة بالعظيمة جدا، إما في فكرتها أو حتى بطريقة تنفيذها وتطوعيتها وسفرائها والأشخاص اللي يدخلون في تفاصيل هذا الموضوع. اليوم بكثير من الاعتزاز حقيقة نلقي الضوء على هذه التجربة الجميلة مع ضيف الكريم الذي ينضم إلي هنا في الاستديو، الأستاذ سهيل محمد، وهو المدير التنفيذي للاستراتيجية بمؤسسة سين الوقفية. أستاذ سهيل مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. الله يطول لي عمرك، شرف لنا. وسهلا. يعني أنا أعرف أنكم معروفين والمعروف لا يعرف كما يقال، لكن اليوم إذا في مشاهد جالس يشوفنا للمرة الأولى يسمع بسين الوقفية، كيف تقدم له هذه المؤسسة ونشأتها وبدايتها؟ إحنا طبعاً مؤسسة سين الوقفية بدأت عام 2019 تهتم في ترميم وتأثيث المنازل للأسر المتعففة. كانت بدايتنا مع أحد الأسر في الشرقية من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكانت الأسرة مكونة من فردين، البنت والوالدها، والدها كان مقعد والبنت كان عندها حلم، طبعا هي تعول أبوها، فكان عندها حلم أنه تروح الحديقة أو تقعد في حديقة أو يكون في مكان إقامتها حديقة. فمن هنا كانت البداية، بدينا في ترميم السكن الخاص لهم اللي كان تقريبا غرفة، وضعنا في الغرفة هذه يعني حديقة صغيرة مصغرة لهذه الإنسانة،
ومن هنا انطلقت سين الوقفية. جميل، وبعدين؟ طبعا بدينا احنا كشباب نأسس في المؤسسة عن طريق طبعا الأوراق الرسمية والأشياء هذه، وبدينا الحمد لله إلى يومك هذا. الآن كيف يصير موضوع الترميم؟ يعني ودي ناخذ الرحلة من الألف إلى الياء، من بداية ما الشخص يكون محتاج أو يجيكم علم عنه أو أنتم متعاونين مع جهة إلين يصير الموافقة ويبدأ الترميم. طبعا احنا عندنا عادة الحالات اللي نقبلها أو الحالات المطروحة لنا إما عن طريق الضمان الاجتماعي أو عن طريق الجمعيات الخيرية أو عن طريق أبليكيشن موجود على منصتنا في تويتر. تطبيق وش اسمه؟ أبليكيشن هو في منصة تويتر موجود يعبى. عندكم أب، عندكم تطبيق ولا لا؟ لا، هو على تويتر فقط. نعم. طبعا عندنا فريق مختص يطلع يشوف الحالة وأحقية الحالة، في يعني مقومات للحالات، ومن بعدها بعد الدراسة يتم قبول الحالة. و يعني الآن عندنا ثلاث طرق، إما حالات تحال لكم من الضمان الاجتماعي، صحيح، وزارة الموارد البشرية، صحيح، أو من الجمعيات الخيرية الرسمية المعتمدة، صحيح، أو أحد يملأ استمارة البيانات الموجودة، نعم، في موقعكم على تويتر ويراسلكم مباشرة، صحيح. طيب، صحيح، وصلكم أي؟ طبعا إذا وصل من الضمان أو الجمعيات منتهين منها، هي توصلكم جاهزة ولا تدرسونها حتى لو وصلتكم؟ إذا جاتنا نطلع لهم زيارات. حلو. لأنه أنت تحتاج تشوف وش العائلة محتاجة، وش تحتاج العائلة، وش الترميم اللي تحتاجه العائلة، أو وش الأثاث أو حاجات العائلة واستحقاقات العائلة طبعاً. حلو. علشان طيب، وش أبرز الشروط للعائلات اللي تقبل طلباتهم؟ طبعاً عادةً الشروط تكون شوي يعني مدروسة، من ناحية أنه يكون الاستدامة موجودة للعائلة، بحيث أني أنا لما أرمم اليوم وأمكن العائلة هذه من المعيشة تكون عندها الاستدامة للعيش، ما عاد تحتاج أن مثلا جمعيات خيرية تكون استدامة. كيف يعني؟ أنت كيف تقصد يعني ترممون بالكامل؟ نعم، تقريبا نرمم بالكامل. نأثث. حلو. نمكن العائلة من العمل أو من الاكتفاء الذاتي، بحيث أنه عن طريق دورات مع المؤسسة، فيها المؤسسة طبعا موقعة مع الشركات، إقامة دورات مثلا دورات السباكة، النجارة، بحيث المهنية، بحيث أنه ممكن يكون مؤهلين للعمل، صحيح، بحيث أنه العائلة أنا اليوم لما أثث المنزل عندها هي قادرة على الحفاظ على هذا الترميم اللي صار، عندها اكتفاء من ناحية التوظيف، من ناحية التدريب المهني اللي يصير له، من ناحية الدخل، فهذا عندنا معنى الاستدامة للعائلة. جميل. يعني يمكن هذه المعلومة أنا بصراحة أول مرة أعرفها، لأنه أنا اللي كنت أعرفه فكرة الترميم المنازل. أنتم الآن حتى موضوع اللي هو تأمين العمل للعائلة أو المهارات اللازمة للعمل، نسعى لذلك. وعندنا أكثر من جهة. أيوة. مع السنة القادمة بإذن الله عقدنا اتفاقيات معهم بحيث أنهم يقدمون دورات لل يعني أنتوا حتبدوا فيها من السنة الجاية بإذن الله. طبعاً في حالات سابقة سعينا ووصلنا معهم الحمد لله إلى درجات الاكتفاء. حلو. طيب، اليوم احنا من الاشياء الحلوه بصراحه اللافته في التجربه، وخلني اسميها الجديده، انه اللي يعملوا على الترميم هم شباب متطوعين، صحيح، يعني مثل ما نشوف المقاطع، وليت الشباب يعرضونها لنا قبل شوي، كانت تعرض على الشاشه اثناء حديثك، صحيح. هذه الفكره قل لي تفاصيلها، يعني كيف اطلقتوها، كيف شايف التفاعل معها؟ احنا طبعا الفكره بدات انه احنا لازم كمجتمع، والرؤية طبعاً 2030 أن إحنا نوصل لمليون متطوع، رؤية سيدي،
فإحنا لازم نشارك في جزء من هذه الرؤية. بدت الفكرة أنه إحنا لما بدت الناس تسمع فينا وتتطوع الناس معانا بدت يعني بدت ترغب بزيادة من الحالات، بحيث أن كل الناس ترغب في التطوع. وجدت أنه في سعادة، في سعادة أنت لما تسوي لشخص شيء يحتاجه في الحياة وتخلص وتشوف فرحته قدامك، السعادة يعني ما توصف، لا يمكن أن تملكها. فبدت الـ 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 يعني بس كيف، وش آليتها أستاذ السهيل؟ وش يعني اليوم أنتم قررتم أنكم تشوف الصور معنا، أنتم قررتم أنكم ترممون البيت الفلاني صحيح. حلو، مين الأشخاص اللي تتواصلوا معهم وتقولوا لهم تعالوا يا جماعة ساعدونا نضرب دهانات ونحط الأثاث ونعمل الكهرباء؟ احنا طبعا بعد دراسة الحالة والموافقة عليها نعلن عن الحالة قبل بأسبوع تقريبا. أي. كمؤسسة احنا عندنا فريقين. حلو. أو فريق اللي يسمونه فريق الفزع، هذا يتكون تقريبا من 200 إلى 250 شخص ما شاء الله. أي. فيه من جميع طبعا المهن، المهندس، السباك، النجار، الدكتور، من جميع المهن، وكلهم ذو خلفية في موضوع اللي هو الترميم والكهرباء والسباكة والصيانة. معانا برضو 14 جنسية غير طبعا الجنسية السعودية، الشباب السعودي. هذولا كلهم انتم متفقين معهم بشكل تطوعي؟ هذا تطوعي، انه يا شباب احنا بنوفر الادوات وانتم اشتغلوا. نعم صحيح. عظيم. تطرح الـ 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 الحاله قبلها باسبوع 10 ايام في ابلكيشن، طبعا يعبى الابلكيشن كامل ويتم الاختيار. طبعا هذا بالنسبه للعامه، غير الفزعه طبعا يقدم، وعاده نختار كل مرة، يعني للأسف أنه مثلا الحالة ما نقدر نختارهم كلهم، فكل مرة يتم الاختيار العدد المطلوب. إيه؟ طيب هذول المطلوب. هذول 200 إلى 250 المحترفين في مهنهم صحيح. كيف وصلتوا لهم؟ هذا من عن طريق التطوع. يعني اليوم أنا سويت حالة اكتشفت أنه محمد فنان في الكهرباء أو عنده خلفية كبيرة في الكهرباء، اكتشفت أنه فلان من الناس شغال في مجال معين في الهندسة في الأشياء هذه، حبوا أنهم يستمرون معنا في الفريق، اتفقتوا معهم واستمروا. فأي صرنا إحنا أشبه بالعائلة وليس باتفاق، يعني إحنا زي ما تقول إحنا صرنا قريبين من بعض. حلو. إيه؟ طيب هذولا بالنسبة للأشخاص، الأدوات كيف توفر؟ أنتوا عندكم ميزانية ثابتة، دعم من جهة معينة طبعاً. كيف بالضبط؟ إحنا مؤسسة وقفية نستقبل الأشياء العينية، بحيث أنه اليوم أنت حاب تتبرع مثلاً، فيطرح الحالة تطرح بحاجاتها، تحتاج ثلاجة، تحتاج مكيف، تحتاج تطرح وين؟ في تويتر في الحالة. أيه. تعلن عنها على المنصة التويتر. أنت اليوم كمتبرع تقدر تشوف تبرعك، أنه والله أنا اشتريت المكيف هذا، إحنا طبعا نستقبل الأشياء العينية. اشتريت المكيف هذا، تشوفه ركب، اشتريت الثلاجة تشوفها شغالة في المكان اللي انت تبرعت فيه. يعني انتم تعلنوا هذا جزء، انتم ايه؟ تعلنوا عن الحالة صحيح. وتقولوا الحالة هذه بحاجة الى 3 مكيفات وغسالتين. نعم. وفرش. ايه؟ وكذا قصة، دائما قصة تذكر، قصة عامة بدون ذكر اسماء او الاشياء هذه، قصة عامة وبحاجات العائلة، بالحاجات اللي هي تحتاجها داخل المنزل، او مثلا امنيات، أمنيات أطفال، أمنيات تطرح. جميل جدا. وأهل الخير طبعا، البلد فيه خير يا رب. طيب قبل ما أطلع الفاصل، إيش أدهش ردة فعل
واجهتوها ومنقوشة كذا في ذاكرتك إلى اليوم؟ والله قلنا قصتها. والله هي كثيرة الصراحة الأشياء اللي 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 ما تفرحك، ولكن أدهش قصة قبل فترة إنه نفس العائلة أو الأطفال أو الشباب اللي في العائلة جو وقفوا معانا كمتطوعين في الحالة إنه إحنا جايين نساعدكم. تحس فيها 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 في لك انتماء لهذا المكان، عرفت كيف؟ غير لما تيجي تسلم المنزل أو الشقة أو السكن للعائلة وتشوف فرحتهم وفرحة أطفالهم في الهدايا، بالمكان الجديد، بالسرير، بجميع التفاصيل، هذه كلها تنقش في الذاكرة. اسمح لي أخذ فاصل ونكمل حوارنا. طول عمر. بعد هذا الفاصل نكمل معكم. حياكم الله مجددا في هلا. حديثنا ما زال مستمرا عن مؤسسة سين الوقفية، وضيفي الأستاذ سهيل محمد المدير التنفيذي للاستراتيجية بمؤسسة سين الوقفية. رحب فيك مجددا. قبل ما أبدأ الحوار بس مع الأستاذ سهيل مجددا، بعرض لكم على الشاشة الآن هذا الحساب الرسمي لمؤسسة سين على تويتر مثل ما يظهر أمامكم. نعم، هذا الحساب الرسمي أمامكم، ونرمم منازل الأسرة المتعففة وننشر حب التطوع. الحساب هذا فيه الرابط الموجود، هذا الرابط أستاذ سهيل هو صحيح. اللي فيه الأبليكيشن صحيح. صحيح. يقدر أي أحد عن طريق الرابط يدخل، والأبليكيشن طبعا للي يبغى يتطوع وللي يبغى يقدم كحالة. نعم، في أبليكيشن للتطوع وفي أبليكيشن للحاجات. جميل جدا. أنا حتى الصورة دي لفتتني، التطوع حياة. وطيب الآن من خلال هذه صورة التطوع حياة، اليوم الأشخاص المتطوعين كيف ينضمون إليكم؟ مثل ما قلت لك، المتطوعين ينضمون عن طريق الأبليكيشن. أي لا، واحد عباه وانتهى منه. طيب يتم اختياره آليا. طبعا بعض الحالات يكون تقديم فيها 150 200 شخص، الحالة ما تستوعب مثلا إلا 60، فإحنا مثلاً نأخذ من فريق الفزع اللي هم ذوي الاختصاص مثلاً من 20 إلى 30 شخص، الباقيين نأخذهم من المتطوعين ويتم اختيارهم أو اللي هو آلياً عن طريق الجهاز آلياً يتم اختيارهم. جميل. مين أبرز المتطوعين مثلاً اللي جوا معكم كذا من المجتمع إجمالاً؟ اليوم والله متطوعين كثير اللي نقول لهم شكرا. احنا كل متطوع معنا نقول له شكرا، وكل مشارك معنا نقول له شكرا. فضل كبير للجميع. ما تحب تقول اسماء؟ والله اعفني بالله يعني. لا ابد، معذور. جل امرك طويل. طيب اليوم اذا في احد جالس يتابعنا وحاب انه يعرف ايش المناطق اللي انتم تغطونها، احنا اليوم الرياض، جدة او الغربية الشرقية، وعندنا رؤية بإذن الله في السنة القادمة ناسين حتكون في كل مكان بإذن الله. جميل. حتكون في كل مكان، مقر رئيس الرياض وحتتجهون. نعم، حنكون في كل مكان، حنرمم كل مكان ممكن نكون متواجدين فيه، سواء شرق، غرب، شمال، جنوب المملكة، احنا ان شاء الله باذن الله حنكون متواجدين. طيب خلني اسالك على الصعيد الشخصي، يعني من تجربة 2019 الى اليوم، ايش اللي غيرته في ذاتك انت مؤسسة سين الوقفية وعملك معهم والحالات والتماس الدائم مع هذا العمل التطوعي؟ ما في شيء يجي بالساهل، ولازم تتعب عشان توصل للمكان اللي تحتاجه. طيب من خلال الإقبال اللي تشوفه من المتطوعين، طبعاً أنا بصراحة عندي إجابة أنه هل سنوصل للمليون؟ نعم، لأن الأرقام اللي تعلنها وزارة الموارد البشرية كبيرة. أكيد. لكن كيف تشوف إقبال المجتمع السعودي إجمالاً على التطوع؟ أنت اليوم شاهد عيان. صحيح. أنا ما أحتاج وجهة نظر، أحتاج دليل عملي. والله بعض الأحيان إحنا نزعل أنه الرد أحد جانا متطوع، يعني في حالة من الحالات
يعني الزيادة اللي جاتنا فوق تقريبا 70 إلى 80%. يزعل الواحد إنه مثلا يرد أحد عن التطور. الأرقام في تزايد الحمد لله. إيه في تزايد. طيب الـ الشركاء اللي معكم إجمالا إيش دورهم في الموضوع؟ يعني هل في شركاء يوفروا مواد أو يدعموا بمبالغ مادية ولا صحيح إيش؟ إحنا الشركاء عندنا يدعمون مبالغ مالية عن طريق الخدمة المجتمعية. وفيه عندنا طبعا شركاء يقدمون اللي هو المواد اللي نحتاجها الأولية في ترميم المنازل. جميل. طبعا الترميم إحنا نتحدث عن ترميم بالكامل. صحيح. يعني أثاث، سباكة، كهرباء. صحيح. كل أنواع. صحيح. كل اللي يخلص البيت. صحيح. طيب بالنسبة للمنازل اللي تدخل في موضوع الترميم، يعني في عندكم اشتراطات إنه مثلا المنزل يكون ملك للشخص باسم مين مو باسم مين؟ والله نعم، هذه من التفاصيل اللي في الفريق المختص اللي هو ينظر لها أثناء الزيارة. هل البيت ملك؟ هل إيجار؟ هل مثلا مدفوع إيجارة أو متكفل من قبل الجمعية؟ بحيث أنه أنا اليوم لما أرمم البيت المستفيد اللي ساكن البيت. هذه من الأشياء اللي إحنا مرة يعني حريصين عليها. جميل. يكون مستفيد هو صاحب الحاجة ويتملك البيت. قد لا يكون يتملك البيت، لكن قد يكون في بعضهم جمعيات متكفلة بإيجار البيت. جميل جدا. إيه؟ طيب بإيجار البيت بمعنى دفع إيجار ولا دفع ترميم؟ إيجار. دفع إيجار. دفع هذا إيجار. داخل ضمن الأفكار. إيه؟ 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 طيب أنا سألتك عن أصحاب المنازل، عن المتطوعين، عن السفراء، عن الشركاء. آخر سؤال بسألك عن فريق عملك اليوم. إيه؟ أنتم كفريق عمل اليوم في مؤسسة السين الوقفية، لو افترضنا أن الفريق كله أمامك وبتقول لهم رسالة أو كلمة أخيرة، وش هي؟ شكرا لكم جميعا. يعني كل شخص قاعد يقدم أكثر من طاقته. إحنا الشباب طبعاً كل إنسان كل الفريق اللي في سين عنده أعمال، ولكن أغلبنا يطلع من أعماله يجي للمقر علشان نسعد الناس اللي هي محتاجتها. الله يسعدكم دائماً بقدر كل سعادة نشرتوها في المجتمع. أسعدتونا وشكراً لك أستاذ. شكراً لك جزيلاً. قبل ما أختم بقول ثلاث نقاط سريعة. النقطة الأولى أنه شكراً لمؤسسة سين الوقفية، لأنه يعني أثناء التنسيق للحلقة والاتفاق اتفقنا أنه الحالة القادمة للمؤسسة أو إحدى الحالات القادمة ستكون برعاية برنامج يا هلا. إحنا المتطوعين المقبولين في هذه الحالة، واللي راح نحضر مع الحالة ميدانياً ونتطوع كاملاً من بداية الحالة إلى نهايتها. هذا شرف عظيم لنا، وقبول الأساتذة في مؤسسة سين أو عرضهم ومبادرتهم لهذا الموضوع محل تقديرنا ومحبتنا واحترامنا. النقطة الثانية أنه شكراً جزيلاً للأستاذة زهرة المسلم، وهي المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة سين الوقفية. هذه السيدة اللي أنفقت من وقتها وجهدها وأفكارها لخدمة هذه المبادرة وهذا العمل الإنساني الخيري الوقفي التطوعي الكبير جدا. أيضا كل المحبة والشكر والتقدير للأستاذة القديرة غادة العيدي اللي كانت معنا في برنامج يا هلا من خلال التنسيق والترتيب والتحضير لهذه الفقرة ولهذه الحلقة من برنامج يا هلا فيما يخص مؤسسة سين الوقفية، فلها كل الشكر والتحية والتقدير. كل من تابع هذه الحلقة شكرا له. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. أسبوعنا الخير.